معز تحياتي. وينك؟ ايه تتفرج برامج في تونس ولا لا؟ برامج تلفزة معناتها تونسية؟ سبور نحكي سبور ديما. اي بيان سور، فرشي كل شيء انا في تونس معناتها الاكثر سبور. بون مالوريزمون لحد الرياضي ما نخلطش عليه، خاطر ديما نخدم انا نهار لحد في الليل، دونك جينيرالمون ما نخلطش عليه. وساعات الراتي ما معناتها تفرجش يوتيوب ولا الفيديو في قدوه، العادة؟ خاطر لا انا بصراحه مانيش نوعي مغروم اني نرجع اليوتيوب ونقعد فرشي برنامج كامل ساعتين ولا ثلاثه، امبوسيبل. دونك بارفوا حاجات مثلا تعمل رياكسيون، ولا نحب نشوف ريبورتاج تاع ماتش معين تاع ايكيبي ولا غيرها، نعاود نرجع للفيسبوك نلقاهم بارتاجين ولا عباد، فما دي كونت معينين ولا فهمت، ندخل عليهم نشوفك الفازه هذيك ولا الليمون هذاك وكاو. مي مالوريزمون ما لحد رياضي برشا راتيه برشا برشا برشا، خاطر نخدم منها وقتها وميم طون نخدم، فما نخلطش عليه. نتفرج في عادل خاطر صاحبي زاد برشا، عادل بوهلين. دونك الاكثر نهار الاثنين التاسعه بنسبه 90% نتفرج فيها معناتها كيميسيون، لان مرتاح ما عندي شيء نهار الاثنين. فهمتك. وشكون هكا مغلوم بيه مقدمين؟ تشوف الرجاء نجحت في الاتحاد الرياضي وما تنجمش تقيم خلينا ما تفرجتش؟ والله ما نجمش نقيم 100%، مي انا نشوف راهو شو، ما هو مش قصه مرتبطه بشخص معناتها الانيماتور يزمو باهي ولا خايب، سي ان تو معناتها انت تو بصراحه التلفزه تطور تتبدلت، الاخراج الاضاءه كل شيء كل شيء فهمت، لي روبورتاج لي كرونيكور بيدهم، فما راهو معناتها عباره كاستينج انت تعمله باش تعرف شكون تركب مع شكون كيفاش، شكون باش يعطيك هذه شكون تخلق في الاخرى كل بوزل. بصراحه ما تظلمها راجي اذا باش تحكم عليها على حد الرياضي الحالي بالامكانيات هذيك، الامكانيات عاديه جدا وكلاسيك و سي با سا بصراحه، مع كل التقدير للناس اللي يخدموا معاها معناتها والجروب اللي يخدم معاها والتلفزه الوطنيه ذيك على راس والعين، لانه ذيك التلفزه اللي بدينا منها الناس الكل نحبوها، وصدقني كي يبدا فما سكسي في التلفزه التونسيه نفرحوا احنا خاطر ولادها، احنا سمير واحنا ولادها. اوكي ولد كان 21 مي ديما كان 21 كيما الولد الصغير اللي نتاع الام الكبيره اللي هي التلفزه التونسيه اللي هي قبل الوطنيه كانت كذا وكذا كذا. دونك معناتها يلزم لي مويان اللي تحط الكبار، انا جو فوا اللي التلفزه يلزمها تخدم على حاجات معينه لحد الرياضي نشرت الاخبار تاع 8، فما دي زيميسيون كلي معناتها هذوما اللي طلعوا لك لوديمات وهذوما اللي يهزوا القناه، مالوريزمون ما همش يحطوا في لي مويان الكبار، يقعدوا يخدموا بنفس لي مويان بمدرب سابق درا شنو الكليراج نص الباس، رغم اللي فما نعرف ناس طيارات يخدموا في الكليراج غادي نعرف حتى بالاسامي مش لازم نسميهم فهمت. البرودكسيون يلزمها ثقيله، يلزم برودكسيون ثقيله ولا ما تعملش خاطر ياكلوك فهمت. تتفرج في تونسنا ولا ايه؟ تونسنا شو اسمه صاحبي بكار، اي والله ساعات نزابي ساعات ساعات تزابي ما تقعدش تتفرج معنا؟ لا باش نتفرج ايميسيون كامله سعيد. اش قولك في الحاجه اللي عم فيها من سميو برنامج تلفزي ولا شنو بالضبط؟ والله انت مختار سلامة. لا شو نقول لك، ربي يعينهم يا اخوي كل واحد ستيلو فهمت، هو بياخذ ثنيه بوما ثنيه كلي كيما واحد ما يعترفش باللي نورم الكل معناتها نتاع المهنه نتاع كذا نتاع المتطلبات نتاع واحد ما معناتها يخدم ثنيه الكل هكا، هو ماخو بيست معناتها هابط اللوطه يكور على روحه، ربي يعينه. ما نحبش ننتقد انا زملائي ولا اختياراتهم، عنده جمهوره ممكن. انا نشوف ساعات ما نكذبش عليك الجمعيه نتاعي ساعات نشوف شكون كاتب على الفيسبوك او والله يحكيوا على كذا ولا ندور هكا جوست نشوف ونقلب فهمت، ما نقعدش فهمت. ما عرفتش تفرجت في اللي جو مثلا قدم في التاسعه ولا مهدي عبيد في تونيزيا، ما عرفتش شفتهم ولا؟ سامحني عاود لي الكيستيون مره اخرى غتقص شويه الصوت وانت تقول لي فيها.
قلت لك اتفرجت شويه في لي جون مثلا خذوا شويه فرصتهم كما حايدر في التاسعه ولا مهدي عبيد في ام تونيزا كان شفتهم ولا ليه ما نعرفش. والله حيدر انا ما نتصوروش من لي جون، معناتها حيدر كونفيرمي عندي انا، معناتها ممكن واحد يقول جون مازالك طالع يددش يلتاتون، لا حيدر كونفيرمي، حيدر عنده شخصيته اسلوبه بصراحه، كان انا شفته كان ناجح في طريقه التقديم نتاعو، سيريو ساعات يفدلك كذا، متحكم في البلاتو نتاعو، كان تحس عنده صحبه زاده، خاطر راهو اسمع تحب ولا تكره في البلاتو اذا ما تديوش صحاب ما تنجحش الحكايه، تحسوا صحبه هو خالد المولي، تحسهم صحاب هكم ياخذين على بعضهم. تمنيته يواصل، انا تمنيته يواصل بصراحه، يعجبني معناتها اي ليبيا، وكان ينجم يزيد ينجح وينجم يزيد يتطور. ساعات نتفرج فيه في برنامجه لوست اند فاوند ساعات، زيد نتبعه. شو نقول لك، شكون اخر قلت لي بتاع مهدي عبيد بتاع شمس فهم صحيح؟ اي تفرجت فيه شويه الحق، ما نعرفش انا ظهر لي في الراديو احسن من التلفزه، ممكن هو مازال جديد عليه دومين، وقلت لك ما تنجمش تحكم على عبد طونك ما تعرفش الداير بيه شنو، خاطر راه صدقني هذه هي التلفزه، فما ناس ما تعرفش يشوف واحد هكا في الاكران ويقول لك اش بيعمل هكا ولا اش بيه كذا، اي خويا شوفوا هو في اللوريات نتاعو واش عنده وشكون يكلم فيه والدنيا داخله بعضها غادي ولا صافيه، وين يهزوا فيه فانا ثنيه واللي معاه شكون واللي موياه شنو، باش تلجم تحكم عليه. صحيح فهمت معناتها ما نعرفش انا جوفوا هكا، معناتها ربي يوفقه ان شاء الله، هو انسان باهي زاده ومتخلق وخدام في الراديو، معناتها عنده شخصيته في الراديو، في التلفزه تجربه قصيره ما نجمش تحكم عليها. صحيح نشوف في برشا يسألوا معز تكون معلقين تشوفهم عندهم بلاصتهم في البيين في تونس يا اخي توانسه في اي معلقين في تونس معناتها. والله شو اقول لك حاجه، معناتها هذه عمري ما قلتها وخليني نقولها معك، موضوع المعلقين نقولها تو الكلمه، والله كيف نقولها تو تولي ثقيله شويه، مقرف. قولها يا ابو عمر. مقرف. كيفاش تعرف علاش؟ تعرف علاش مقرف؟ مقرف تاع معناتها باللغه العربيه مقرف، يقلق يتعب، خاطر ما عادش فما معلقين، فما مقلدين، فما مقلدين يتعبوك يا خويا، معناتها ماهيش نسمي فانا قنوات وفانا راديوات وفانا واحد، خلينا من هكا ينحيهم من مخاخهم، لازم اذا ناس تحب تنجح ينحي كمعلقين نحكي طالعين صاعدين، نحي من مخك عصام الشوالي ونحي من مخك راوف خليف، سايب عليك، اعطيني انت صحيح شكونك انت، شخصيتك والايدنتيتي نتاعك وصوتك واللي تحب انت وفازاتك ونقشاتك وحركاتك، انت شكونك؟ تبدا بحلك لبس عليك. هيكل شنو رايك فيه؟ هيكل الصغير؟ اي ما نعرفش، ما انا مانيش فان معناتها، فهمت؟ رغم انه زاد قلت لك نحترمه ونقدره وعمل كارير وتقابلنا هنا انسان ممتاز جدا وربي يوفقه. اما انا مثلا بيرسونيلمون نقول لك بيرسونيلمون ريت عبد الرحمن العش، عبد الرحمن العش اللي نعرفه خدمت معاه من كانال 21 فهمت؟ انسان عنده كارير طويله ياسر ومعرفه وغرام بالكوره كبير ياسر، سورتو باللي شامبيون اوروبيان من اللي احنا نخدموا بعضنا في كانال 21، هو كان في اللاكس هذاك واللي تحب انت ومعلومات وانسان ممتاز. ريت الناس تنتقد فيه، معناتها بالنسبه لهم اولد سكول ويقلق وفدد وكذا، واحد انا نحترمه خويا ونقدره على خاطر عنده سون بروبر ستيل الوي، قاعده كيكه اموره واضح كذا، تحبه تحبه ما تكرهوش تكرهوش، اما ما تنجمش تقول عبد الرحمن العشي قلد في فلان. اوكي انا المره اللي فاتت كيف سمعت خليفه الجبالي، كيف سمعت خليفه الجبالي علق في التلفزه فرحت سولاجمون، عنده ستيل، عنده ستيل يا خويا، منين هبط لنا رجع هو ومنجي الناصري. منجي الناصري ما سمعتش الحق، رجع في التلفزه ما سمعتش بزاف. لا قلت لك عنده ستيلو، هو عنده ستيلو، منجي الناصري عنده ستيلو،
مش حتى ستيلو، وذنك ترتاح يا اخويا، وذنك ترتاح وانت قاعد يعلق، مش قاعد يخلي تربينا على اليوتيوب والعياط وكذا ويسخايبوا، معناتها جول لازم جول جول وا وا عليه اخويا لاباس شقام، معناتها سي بون، معناتها هذوك هما عندهم ستيلهم ولا الاخر ولا فلان ولا فلتان ونجح بيه سي بون، خليه جيب لنا انت حاجه اخرى، كاركتيرك انت شخصيتك وريهن. دونك قلت لك هذوما، فما رغم اللي انا مانيش معناتها نتبع فيه باستمرار وكذا، ولكن يا اخي والله نقولها لك معناتها هكا على الهواء مباشره، بعثت له مره قلت له يا اخويا تيان بون اقعد كيما انت وعلق هكا وكمل هكا، هو ني السحبان هاي يا سيدي. عارف يا نعم عارف يا ني السحبان، والله منك نعرف، والله العظيم قلتها سبونتانيمون، والله لا نعرف علاقتك بيه جمله. هاي انيس سحباني، هو يقول لك بعثت له قلت له يا انيس، ورغم اللي ماني مع تامي على الفيسبوك اما مانيشك اللي صحاب وخارتين على بعضنا، تفاجئ هو معز يبعث لي يعطيك الصحه في ماتش معناتها عادي نتاع الشامبيونات تاع تونس، شنو الحكايه؟ فهمت؟ قال لي ميرسي خويا، قلت له ليه انا اللي فما نقول، انا سبونتاني قلت له رد بالك تطيح في البياج نتاع تحب تقلد فلان ولا فلتي، رد انساه هذاك الموضوع، اقعد كيما انت تشوف كيفاش تنجح، الشوما ممكن طويل وثقيل و... وتتعب فيه و... والناس ما مش هو من بعد انت اللي تربح، انا تقديري الخاص نجم يكون صحيح نجم يكون غلط، فهمت؟ يزيونا بالله يزيونا من التقليد، راهو اسهل حاجه حاب نقلد لك انا تو قلد لك تنولي نعلق لك انا تو بدرجين هذوما راهو في خليل، اما حاجه سهله معناتها التقليد سهل، التعليق صعيب، علقوا وما تقلدوش، هذه نصيحتي انا. باهي تخمم في عوده لتونس ولا على الاقل على المطيره معناها مش تو ولا ليه؟ واحد قال لي رايك في حسني الزغدودي، اي طبعا بعد نرجعوا له ونرجعوا الاسئله الكل نتاع الناس الكل اذا تحبوا، حتى اسلام زاد عندوش عندي اي اي زملائي الكل ونحترمهم ونقدرهم ونتمنى لهم كل خير. عوده لتونس هذيك لا مفر منها، وهذيك من الامنيات الكبيره، ان شاء الله الظروف نتاع العوده تتحقق، خاطر هذيك هو الصعيب، فهمت؟ معناتها الظروف المهنيه والظروف الشخصيه، على خاطر واحد زاد عنده عائله وعنده اولاد ويقراوا في توجه معين، دونك لازم يكملوا قرايتهم في التوجه هذاك، اللي معناتها فما امور حياتيه معناتها تفرض عليك اكثر، وهو في نهايه الامر مكتوب اللي ربي مقدره لنا لازم شي يصير كسوسوا البرة ولا في تونس، ولو اني انا نقولها والله العظيم معناتها بكل تجرد ومن غير حتى شيء، عندي 20 سنه انا في قطر ما نحسش روحي في غربه، فهمت شنو معناتها؟ مرتاح الحمد لله عباره في بلادي، ولكن ديما تقعد تونس هذيك لولا ومقبلها حتى حد معناتها، فهمت؟ وديما واحد قلبه يبدا يرف كي يروح لبلاده قلبه يبدا باهي. معز ما نتوش مزيد تشتغل عليك برشا، نقرا شويه كيستيون تاع عباد وعندي ليك كويز صغيره نعملوه وقت اللي تحب خويا، قول لي معاك. باهي، مهاب 02 رايك في البطوله التونسيه والاربع فرق الكبيره؟ قالك والله اش نقول لك، نفاجئك انا اذا نقول لك عندي انا اكثر بطوله هكا نتفرج فيها ونتبع فيها هي بطوله التونسيه، عندي انا تحط لي ماتش نتاع ليكيب نتاعي ولا البرسا ولا الريال ولا اكس ولا جريك، نمشي الماتش نتاع ليكيب نتاعي تلعب في كونتر كذا في كذا، بالنسبه ليا معناتها نتابع نحب الكره نتاع تونس ومغروم بها وتولدت بها وتربيت عليها، ولكن الصوره كامله تاسف مش ما نقولش الضحك، معناتها فريمون معناتها مستوى طاح من جميع ما معناتها التيرانات استادات الور لاك كارثه، البلوز بيد ها معناتها المستطيل يلعبوا عليه كارثه، اللي داير بيه معناتها كارثه اكثر واكثر، موضوع غياب الجمهور مؤثر على الاخر، الريتم طايح، كاليتي نتاع الملاعبيه تاخو تعتي معناتها اللي نشوفوا كوره
رغم ذلك على غالب سيكم ساعة تركيبتنا ديما تقعد بطولة مثيرة ونحبوها ونتبعوها ونستنوا ماتشويت نتاع بطولة تونسية. تقولي الأربعة الكبار الاسبيرانس عندها ثبات خاطر من ناحية الإدارية والتمويل وما إلى ذلك كستركتور، دونك أكثر واحدة يكيب وكلوب مستقر ما عندوش شكل اللي هو اللي با مريقل معناتها فهمت. يستفيد من قوته ويستفيد من ضعف الاخرين، خاطر الاخرين مره واحد يهبط ويطلع الاخر يبرك جمله، كلنا نعرفوا مشاكل الاداريه والماليه وكذا. دونك ماذا بينا احنا وكان ترجع ليامات نتاع الاربعه يتعاركوا على المراكز الاولى والمركز الاول تحديدا، ما يقعدوش واحد وحده والباقي يلعبوا على المراكز الاخرى. ان شاء الله شو كرة التونسية كان مش تحكيوا عليها عندها مشكلة كبيرة في التسيير من فوق روا، معناتها يلزم تبدل برشا حاجات وبرشا يلزم احنا بلاد عملنا ثورة، يلزمنا نعمل ثورة في الكورة روا. نقول لك بالاخر معناتها مازلنا ما عملناش ثورة نتاع الكورة. باهي معز علي قال لك تشوف روحك في المستقبل مسؤول في الكلوب. السؤال هذايا هو كاين ويقرا في افكاري علي بالحق والله العظيم، خاطر انا كي نقول لك انا ذي تعرفها مرتي معناتها بركه الحكايه، وممكن ممكن تعرفها الوالده ما عرفش اذا قلتها لها قدامها ولا لا. انا نقول لها امنيت حياتي نكمل كاريري في الخدمه ونكمل كل شيء واموري ان شاء الله، معناتها مش عاد نولي راجل كبير شيء ما طبطب ما عادش نجموا تستفيدوا مني. نقول لها نولي ديريجون في الكام في لي جو، هذيك امنيتي يعني. امنيتي ديريجون شنو معناها؟ اش تعمل بالضبط معناها؟ بريزيدون سيكسيون في لي جو، الكوتي تكنيك ولا شنو بالضبط معناها؟ لا تكنيك انا مانيش مدرب، انا نفهم برشا في الكوره وساعات نفاجئ حتى المحللين اللي يخدموا في الكوره واللي يلعبوا الكوره كل تواضع، لكن نحب فما حاجات دي فالور، فما حاجات نتاع مريول نتاع احترام نتاع تربيه نتاع اخلاق نتاع برشا حاجات انا نحب نغرسهم في الاولاد الصغار وهما في لي جون. انا امنيتي نخدم الكلوب نتاعي معناتها الكلوب نخدم النادي الافريقي في لي جون في الناس البذره الاولانيه اللي كيفاش بتطلع، خاطر انا نامن اللي احسن خدمه واقوى خدمه واصعب خدمه هي في جو. دونك هذه امنيتي، انا امنيتي نخدم لي جو وبعيد على الاضواء. باه احمد بن عمار كنت احمد بن عمار قالك انت ولد حمام نمس، علاش ما تعملش فيديو تعاون همهمه كما عاونت الكلوب؟ نعاون انا اذا كان فما انيسياتيف نقول له اول شيء انا عاونت، واللي يعاون ما يقولش، وعندي عمني والابونمون نتاع حمل الف حتى لهنا، وصلت لمريول زاد نتاع حمل الف حتى لهنا، نعاون مش ما نعاونش. ولكن هذه ماهيش شو ذيك بلادي حمل الف معناتها ايش هذيك الاخر نهار في حياتي، هذيك بلادي وعلى راسي كما يقولوا من فوق وما فيش موضوع نقاش، حومتي وتربيت فيها ونرجع لها والكلوب نتاع حملف لعبت فيه ولعبت انا حتى الجونيور رافولي، لعبت في الجينيراسيون نتاع محمد بغدادي. طيب محمد يقول لكم لبست ودفعت على مريول حملف، ولكن اخويا في الكوره وفي كذا والكلوب نتاعي نتاع القلب هو النادي الافريقي الله غالب، معناتها ما سي كوم سا فهمت، هو الكلوب وحملف اما الكلوب في الكوره سي كوم سا، اما انا مستعد معناتها حملف اذا يستحقوني في اي حاجه انا مستعد بالعكس افيك بليزير هذيك بلادي. باهي تياغو حسام قال لك شنو رايك في المستوى اللي وصلوا لاسبيرونس افريقيا اليوم؟ سامحني رايك في المستوى اللي وصلوا لاسبيرونس فيش؟ في افريقيا اليوم. ومستوى معناتها اللي يفترض عليه تكون لاسبيرونس والكلوب والاتوال والسي اس اس وغيرها، لانه مستوى كبير نتاع مستوى منافس جدي على اللقب، كي يدخل باش يهز التيتر مش داخل
جوست يخرج من المجموعات يتأهل بعد المجموعات ولا باش يلعب كاري ولا لا لا ايكيب داخله تعرف من الاول ملي تعرف بريباراسيون نتاعها قاري حسابها في نوعيه الملاعبيه في المدرب في كذا في اللوجيستيك في اللي تحب انت والوبجيكتيف نتاعها التيتر معناتها اللي قاعده تعمل فيه توا اكسبسيونيل لينا احنا توانس على خاطر نشوفوا فيه حاجه كبيره ولكن هذاك المفروض يكون للاسبيرانس وغيرها من الانديه حما با ذي دبا في خدمة قالت تحبوش فوتوغراف في البي والله عندنا يا حما با قلوا راو هذا يكون إبراهيم با ولا إبراهيم با لا لا تعلمت حما با ذي مستوى على كلوب قال لك كلوبيست كيفك أوكي تحياتي لي والكلوبستية كله اللي تبعوا فينا كلوبستية ولا مش كلوبستية أما بور لما مورا عنا فوتوغراف متاعنا أموره لا بأس يا حما باي أشرف بركاتي قال لك تشوف روحك نهار آخر تنجم تخدم في الكلوب أفريكان ناطق رسمي باغ إكزومبل بون جاوبت عليه قلت عند تحب بوست وحدة لا مانيش فان بالحكاية تاع ناطق رسمي على خاطر أنا نشوف في تونس الموضوع ماهوش ناطق رسمي لازم واحد شاد مثلا كوميونيكاسيون أوكي كوميونيكاسيون كاملة أوكي أما ناطق رسمي في تونس والله حتى ذي يزيونا منها على خاطر سامحني في الكلمة كبش تناطيح رسمي اسمه في تونس معناتها كبش تناطيح ماهوش ناطق رسمي في تونس قالوا معانا فلان يحب يتداخل باش يسب هذا باش يرجع على الاخر حكايه فارغه عندي اسكندر قال لك شو رايك في عبد السلام اليونسي من اي ناحيه معناتها شنو هو معناتها كرئيس ولا عبد السلام ككلوبست ولا عبد السلام اليونسي يحب الكلوب على الاخر نتصور كرئيس الكلوب نتصور معناها باش نقول لك عبد السلام اليونسي يحب الكلوب على الاخر وعطى قبل وتو وديما باش يقعد يعطي الكلوب افريكا وانسان معناتها انسان متواضع وعادي وولد باب الله كما يقولوا ولكن كرئيس نادي الافريقي سامحني ما معناتها ما في المسؤوليه هذه ومسؤوليه كبيره عليه ياسر ونتمنى انه يلقى في القريب العاجل باش يخرج هو يرتاح هو والكلوب تزيد تشوف اكثر تولي عندها فيزيون احسن قدام اخر سؤال زي حسونة عفاس قال لك علاش في البي ما تلبيوش رغبات التوانسه وقت اللي يرفضوا باش حفيظ الدراجي يعلق لهم على مقابلات ومرفوض من الجماهير نتاع الدراجي والله ما نعرفش انا الموضوع هذا ماخذ اكثر انا نتصوره اكثر من حجمه في تونس معناتها نحيونا هذا وكذا واحنا خسرنا خاطر كذا شو العباد راهو ممكن راهو نسبيا تبالغ علاش على خاطر انا مش ندافع على زملائي الناس تمشي بالعاطفه ها نقول لك انا كانسان كبشر حتى كيبي تبدا تلعب كي تبدا كيبك رابحه وكذا محليه صوته وكل شيء مقنع وكذا كي تبدا كيبك نهارتها خاسره ولا لا هذا شفتوا كيفاش عيط في البونتو اللي تمركنا مشكلة نفس العيطة كيما اللي مركة الاخر اندرس تولي تتبع في حكايات تسكنها روحك في مخك اللي هو ضدك ولا لا لا الوان دو سارة نقول لكم الوان دو سارة بريمو سكوندو البين سبورتس كمؤسسة تتعالى على الحكايات هذية راهو انه والله انا ما يعجبنيش فلان نحيهولي والله هذا ما يروق ليش كذا والله هذا ما الجمعية الفلانية قالت لي سايب علينا منه ما ندخلوش تحته السقف هذا احنا ناس لا ندعي ذلك ولكن على الاقل الى درجه كبيره بروفيسيونيل دونك ريبارتيسيون تكون هكاك التقييم ماشي في اطار هذا مهني بحت مش بتاع ميول وحط لي هذا ونحي لي هذا وذا يعجبني وذا ما يعجبنيش مع كل التقدير والاحترام بطبيعه على الناس كل نمشيو للكويز وما نخممش فيهم برشا معز تحب جبات في تقيسها اول اسم يجي على بالك قولولي ايام ان شاء الله ما تطيحنيش في دي بي اس خاطرك مختار انت نعرفك تابع فيك اكل الفيديو نتاع اكسبريس عاقل عاقل تلعب ليش اللعبه لا والله عاقل باهي اعطيني شكون احسن لاعب تونسي تو في تونس ولا خارج تونس تونس عنده جنسية تونسية لا تو نجيك اللي في تونس بعد نحبوا عنده جنسية تونسية انا يظهر لي السخيري الياس السخيري باه احسن لاعب في تاريخ تونس
صعيب الكلام، تعرف علاش اسلام؟ على خاطر اللي سمعناه على عباد قبل وكذا يخليك تحترمك الكارير، سامحني مش كيما عبد شفته. نعدل، خلينا نعدل السؤال. احسن جوال في تاريخ تونس خرجت عليه انت من اللاعبين اللي شفتهم يلعبوا معنا؟ تو هذا صعبت عليه شوي. شوف ممكن تدخل شويه، ممكن تدخل شويه العاطفه زاد. هو طارق ذياب لما حاله خلطت عليه انا، اما خلطت عليه فانت كارير. دونك طارق ابريوري هو نمبر وان، هو الاسطوره. ما خلطتش انا على عطوقه خاطر يحكيوا حاجه اكسبسيونيل، على طار شيبي الله يرحمه، على الخويني، على برشا برشا ملاعبيه، فهمت؟ ذوكم معناتها نقدروهم ونحطوهم لفوق. وانا طارق ذياب زاد اسطوره من نوع اخر، اسطوره ملاعب واسطوره كشخص، خاطر زاد معناتها طارق سي طارق، دونك حطوه لفوق. اللي خلطت عليهم نفاجئك شويه في وقتي انا مثلا، فما برشا راه فما برشا، مش احكي لك شويه بالعاطفه بالقلب شويه. مثال وقت اللي الناس ياسر ياسر مغرومه فوزي رويسي، خاطر فوزي ملاعب كبير ياسر ويجيب اطراح بطريقه غريبه، معناتها فوزي حاجه كبيره. انا كان يعجبني عاد السليمي مثلا، لعاد السليمي يعني. ويعجبني زاد جولي مان. الاثنين. واضح. باش لاعب في البطوله التونسيه تشوفه قادر ينجح في اوروبا؟ ان شاء الله ان شاء الله بن عمر، ان شاء الله ما نعرفش توا الوقت مازال يسمح له ولا لا في العمر هذايا، في عمره اسكو باش يعاود يلانسي كاريرو بالطريقه اللي يحب عليها هو. نتصوروا بن عمر ينجم ينجح البرش. شكون احسن مدرب تونسي توا؟ احسن مدرب تونسي اللوجيك تقول والنتائج تقول لسعد جرده. معين باهي، لسعد دريدي باهي، تبارك الله معناتها بزهرنا التوانسه متالقين معناتها باهين الفتره هذه وسوتو الصغار، وان شاء الله يواصلوا، ان شاء الله يعطيهم الفرصه كامله، مش خاطر الظروف الماديه وغيره وكذا واحد منا خليتهم معناتها يمشيوا للشواء هذايا، ان شاء الله يثبتوا على الشواء هذايا ويعطيهم فرصه اكبر. احسن مدرب في تاريخ تونس؟ عندي انا عم مجيد شتالي والله اعلم. ماتش قعد في بالك ما تنساش؟ خمسة واحد خلطت عليه راه، ومعناتها هكا صغير وتراتش، شوف فيه تفرجت فيه مذكر في الديريكت تراتش. الستة متاع اثنين متاع ناكي بيفو فيلا هكا ينطقها حسب والله لا صعيب اي تاع اوغندا هذيك، هذيك في المنزه ما يتنساش، فهمتني؟ وشتاء وكذا هذيك ما يتنساش، الليكيب تاع الرباعيه نتاع الافريقي. وفما ماتش تونس ومصر اللي بعد ما توفى الله يرحمه بلها، هذيك حضرت فيه بونتو تاع زبير بيا. هذيك ماتش زاد فيه برشا ايموسيون ما يتنساش بالنسبه لي. حكيت لك على الماتش شويه راه اوكي، الخمسه واحد من الصغير ومن الدار، اما الاخرين اختار لي واحد، اختار لي واحد فيهم. قلت لك ماتش، اختار لي ماتش فيه. 6-2 نتاع الكلوب نتاع تشامبيونز ليج نتاع الرباعي. بونتو ما تنساش؟ بونتو ما ننساش في تونس ولا في العالم ولا اي بونتو في بالك ديما في يجيك البالك؟ فما بونتو نتاع زلاتان مع السويد ضد انجلترا، هذاك بالظهر انا كنت في استوديو التحليلي نتاع الماتش، دونك اكسبسيونيل بونتو نتاعو هذاك كان تتذكروه. لا خويا سيزو من بلا من 18 هذاك، ما لا مش سيزو، ال دو بيجون يسميوها، ما عرفتش كيفاش قلبها كي ساقو حاسيلو التالي واعطاها، فهمت؟ اقوى بوبليك في فرنسا؟ في فرنسا هذاك كيستيون من عندك، اما ما يسالش لويم جمهور مارسيليا ما فيش كلام. اقرب جمعيه ليك بعد الكلوب وحملف؟ اقرب جمعيه ليا والله اثنين، هما فما ليتوال وفما سي اس اس، زوز ما عادين نلقى فيهم معناتها نميل لهم هكا.
احسن لاعب في العالم شكون؟ ليونيل ميسي عندي يعني. واحسن مدرب في العالم؟ احسن مدرب ما هو فيلسوف شويه لما حاله، معناتها مرات يضرها بتفلسيف شويه معناتها، ولكن بيب جوارديولا. نكمل باش تعطيني توا احسن تشكيله في تاريخ تونس. صعبت عليا توا تشكيله في الاجيال الكل معناتها. الاجيال الكل. باهي، عندك عتوقة جارديان، على اليمين حاتم ترابلسي، على اليسار الهادي برخيصة الله يرحمه، فلاكس عنا برشا، فلاكس من الجيل اللي خلطت عليه هنا، فما خالد بن يحيى. جبالي القاسمي الكل ما خلطت عليهم معناتها شوي، ما خلطتش عليهم بصراحة. اللي خلط عليهم اعطيني اللي خلط عليهم. اللي خلطت عليه الشبلي زاد، خلطت عليه خلود زاد. خالد وكمال الشبلي هاي. كمال الشبلي. باهي في الوسط. في الوسط. غمير. ونحط معاه السخيري. باه. السخيري مغلوم بيه برشا مال انت. لا لاعب كبير ياسر. خير من جماعه 2004 السخيري في وادي 2004. انا والله اعلم شوفوا خير من النفطي باو وزيد ام بوعزيز، يعني اذا بتلعب بثلاثه. ثلاثه بيفوات. اذا بتلعب بثلاثه بيفوات حط البوعزيزي. إذا باش تلعب بزوز نحي سخيري وخلي بوعزيزي. أي شد عندك عاد أنت بين شيما باش تلعب باش نعرف العدد قداش وصلنا. أنت اختار، أنت اختار وحدك، أنت تو واخد كاتل باهي ألعب كات دو تروا أن، خلينا زبركة، خليه غميض والبوعزيزي. باهي نحينا سخيري، تراجع. باهي نحينا سخيري ونحطوا طارق ذياب نمرو 10. سور لي كوتي نحط جمال الإمام ونحط العقربي. باه قلب هجوم. قلب هجوم ولا ولا العقربي يلعب وسط اكثر. العقربي ما يلعبش على الكوتي. اي بيان سور خاطر تميم، فما تميم احنا نسينا تميم. نمرو 8 العقربي. والله حتى تميم زاد راه مشكلة راه مش اسمع شو جماعة 78 لازمك والله تخرجهم ابار هكا تبدا تحسب واحد باش تحطهم تحط بريس التشكيلة الكل خاطر باش تنحي تميم. انت تميم في مقام طارق معناتها في الكورة. لا لا اختار لي ثلاثة قدام. قلنا فوزي صراحة خاطر لا خاطر عندك فوزي وعندك الجزيري وعندك عقيد شنو باش تعمل؟ تعرف لا والا ما نعرفش انا قلت لك ما جماعه 78 لازمك تجيبهم على برا وتختار جمعيه اخرى باش تنجم تكون كوريكت مع الناس الكل. بصراحه صعيبه بصراحه صعيبه. خاطر ما نجمش نحي تميم. تميم معناتها لاعب كبير ياسر ما تنساش ولد حمل البزه ده يحط تميم. تميم لازم. تميم لازم وطارق لازم. ايه والبونت اشوف العقربي حط الجزير ياي بونتا كل ولا يلعب زيادة هو لا زيادة ينجم يلعب وكيلعب ودوز اتاكون يلعب واحد بوانت وزيادة وراه ما نعرفش والله صعبت عليا راه صعبت خاطر فما جولي امام فما فوزي رويسي فما عاد سليمي فما برشا ملعبية بتاع الجيل اللي خلطت عليه. كاو ما جاي ما تنزل دوك حطوا لك البنك. البنك مثلا اي خويا يعطيك الصحه بارك الله فيك معاذ عايشك يا خويا وحاضرين وقت اللي تحبوا ان شاء الله العباد استفادت واستمتعت بالحوار هذا وانت ان شاء الله ربي يوفقك
خاطر بون مالوريزمون ما سمعش برشا اكسبريس اف ام ممكن كي نهبط لتونس اما دو موا قاعد نشوف الخدمه نتاعك اللي فيديو بتاع اللقاءات نتاعك باكسبريس اف ام على الفيسبوك يعطيك الصحه معناتها حاجه انتريسونت على الاخر ميرسي بوكو ربي يفضلك ربي يوفقك ان شاء الله عايش تواز عايش كاتري بيانتو تشاو تشاو باي باي